المهم يا جماعة الحين خلصنا سلتي وأنا جود وأنا فزت كالعادة يعني هذا الطبيعي أنا مو متفاجئ. الحين راح جود راح تسأل سؤال. يا جماعة أنتم تدرون إن أول مرة يصير بيننا تحدي وهو يفوز هذه المرة؟ لا هالمرة لايف قدام كل الناس. حتى المرات اللي قبل لايف قدامهم كلهم بسناب شات. متى؟ البولينج. بولينج ما أدري شلون فازت عليه بولينج. هي مو مصدقة يعني حسيت إنه ما أدري في شيء غلط من الموضوع. الحين يا جماعة. عاد انت سعودية مفروض عارفة سألني سؤال يشتت. لا لا صدق سألت اسئلة شوي يعني تعمدت اسألت شوي اسئلة صعبة يعني. لا يعني السؤال عرفتوا اللي تفكرون علشان تطلعون الجواب اللي ايش ترمز له النخلة وهو نفس يعني عرفتوا اللي تلخبطت بين جوابين. جاوبتي جواب ثاني على هالسؤال. ايوه الجواب اللي انت جاوبتي ترى كنت حاطه ضمن الاسئلة اللي مو مستعيلة كان هذا بس انت هذا اللي تعرفين اللي مذاكر ويحل تعريفين بنفس الاسم شاك انه واحد منهم صح بس يقول واحد منهم صح يعني راح اضمن النص درجه هذا اللي تسوي او انت صح غلط حطيتي كلهم صح فتقول يلا اطلع لي بنص درجه درجه. لا والله ما سويتيها من قبل سويتها. لا والله انا ما قد سويتها صراحه. انا توقت صح وغلط يا اسوي صح غلط صح غلط صح غلط اقول يلا يمكن او احط كلهم صح فاضمن كم واحده صح. طيب يلا الحين يا جماعه احنا قاعدين تعالوا احنا نسألكم يلا اسألونا جد وين اختك؟ اختي في بيتنا في الرياض. تبين تسألونا؟ خليت اطبخ لك كبسة باللحم بمناسبة فوزك. ما اطبخ لحم ما اطبخ لحم. يلا كبسة دجاج انا راضي. متى تبيها؟ بكرة دحين دحين بكرة 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 بكرة. طلال هم اللي ذكروني وانا ملاحظه وساكته. اوه يا عمي هم اللي ذكر انا شايفته وساكته ترى. والله الخاتم خليته فوق عشان لا يضيع. مش فايدته جايبته عشان تحطه في الدرج. شنو وين خاتمك؟ شنو هو خاتمك وين؟ فوق. والله مو ضايع. شنو مو ضايع؟ لا فوق. تدرون ان مره قد ضيعه بالتصوير وقعدت ادوره في كل مكان تدرون وين لقيته؟ اقول لهم زين احنا هنا قاعدين نتكلم ممكن تترك جوالك؟ يلا قولي وين لقيت الخاتم؟ متى؟ لما نضع في التصوير. تخيلوا اني لقيت الخاتم طايح بالارض من قوة ما هو جدا يهتم. عادي يعني انا شو يكون يا جماعه عندي مشهد هذا المسلسل مو خاطب ما يصير بس الدبله جود خلاص انا قلت خلي طيب دبلة. اوكي سمعي 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 فيك تحطه داخل الشنطه ليش ترميه في الارض؟ سمعي انا قلت اخلي الدبله وين؟ بالبيت اخلص تصوير البسها اخلص مسلسلاتي كلها والبسها عشان لك شوي البسها واشيلها البسها واشيلها راح تضيع مني انا اعرف نفسي انا انسان. طيب انزين اوكي اوكي خلاص اليوم سماح عشان انا بعد مو لابستها لانه انا كنت توني راجع من التصوير. توني راجع من التصوير شنو في؟ اوكي توني راجعة صح كله خاتم بالنهاية لا خاتم بس لأنه بتصوير ما يصلح.